آخ الله يرحم أيامك يا نور وجدي. بالصدق يا فؤاد إنه هذا الفيلم أنا بالزمنات حاضر بالسينما أكثر من 5 مرات. وهذا نجيب الريحاني. مين هذه الشلبية اللي بتمثل معاه؟ فعلا ثقافتك السينمائية والفنية ضحلة. هاي اسمهان اللي غنت ليالي الأنس في فيينا. طب اقعد هدي اطرش. هذه مش اسمهان اتذكرت. هذا فيلم غزل البنات. هذه اللي بتغني اسمها ليلى مراد. اي هي ليلى مراد. حضرتي انت الفيلم؟ انا اللي حضرته طبعا. هذا مش فيه الاستاذ حمام؟ هذا بيبكى مدرس كان فقير وهي بتبكى غنيه. ممكن يغنوا له استاذ حمام نحن الزغليل نحن الزغليل ومن غير جناح نمشي ونطير نمشي ونطير نمشي ونطير. ايش اول الاغنيه ابو فؤاد؟ ايش اول الاغنيه؟ ابجد هوس حطي كلمون ذكني الاستاذ دامون زليمون ابجد هوس حطي. مساكين هالاساتذه من يوم في الوطن العربي ماشلين هوا. هاي امي يا ساتر. الين يما الين حبيبتي كيف حالك؟ طمنيني عنك ان شاء الله بخير. يسعد لي عمرك يا ستي الحبايب. صار شو بدها الكروكه هذه؟ كيف؟ شو؟ يا استاذ اخواتي واخواني موافقين؟ طيب انا هسه طيب برجع لك يما برجع لك. ماشي مع السلامه مع السلامه. خير شو في مال همك؟ أمي؟ ها ظهري أمي خرفنت. ليش؟ نقول لي جايها عريس. عريس يا حبيبي منور أبو فؤاد.